مرحبا بكم من مدينة كراكوف في بولندا التي نزورها للمرة الأولى في فورتك. المبنى القديم الذي ترونه إلى يساري هو معهد البحوث الجنائية، حيث تتم دراسة الأدلة المرتبطة ببعض القضايا، ومن بينها عينات الحمض النووي للشخص الذي تدور حوله القضية. هذه العينات يتم تحليلها عبر تقنيات متطورة في جامعة ياجيلونيان التي سأزورها الآن ونطلع سوية على كيفية عمل هذه الأجهزة. Very nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Wojciech, ما الذي تركزون عليه بشكل أساسي في أبحاثكم حول الحمض النووي هنا في هذا المخبر؟ فريق البحث الذي أعمل معه يركز على الاختلافات في الجينات البشرية، ومهمتنا بسيطة، نحن نحاول التعرف على عناصر جيدة للتنبؤ بسمات المظهر الخارجي والعمر. ما نفعله هو دراسة الكثير من عينات الحمض النووي أو الـ DNA للبحث عن العلامات الدالة على بعض تلك السمات، كالصبغ مثلا، كثافة الشعر وطبيعة الشعر، هل هو أملس أو مجعد أو غيره. وعندما نتعرف على تلك العلامات نستخدم المناهج الحاسوبية لتحليلها وبناء توقعاتنا باستخدام هذه التنبؤات الجيدة. العلامات الأخرى التي نبحث فيها هي مثيلة الحمض النووي، وهي أيضا اختلافات في الجينات البشرية. وتوصلنا إلى أن التغيرات في مثيلات الحمض النووي مرتبطة بالعمر، وبالتالي نستخدم هذا العنصر لنتوقع عمر الشخص. وبالطبع هذه الطرق مهمة للطب الشرعي، لأنه يمكن أن نصف شخصاً ما بالاعتماد على التحليل الجيني، وبالتالي يمكن أن نحلل جينات محددة وباحتمالات مختلفة ونضمن هذه النتائج في رسم نموذج السمات الخارجية والعمر فقط من خلال الـ DNA. ما هي العينات التي تقومون بدراستها؟ هل هي عينات من الدم أم اللعاب أم عينات أخرى؟ طبعاً نحتاج للتعرف على الجينات المسؤولة عن تحديد سمات المظهر الخارجي، كلون العين ولون الشعر وطبيعته ولون البشرة، وهناك الكثير من تلك الجينات لأنها تدل على سمات جينية. لكن من خلال استخدام تقنيات متطورة مثل تقنيات التنميط الجيني العالية الإنتاجية وطرق تحليل التسلسل العالي الإنتاجية، بات ذلك ممكناً. كذلك نحتاج لتحليل عدد كبير جداً من العينات جمعناها من أشخاص تطوعوا بتزويدنا بعينات الحمض النووي الخاصة بهم، ونحن طلبنا منهم معلومات عن مظهرهم لربط جينات محددة بالنمط الظاهري. وعندما نعرف مظهرهم الخارجي وموروثاتهم نستخدم التقنيات الحاسوبية للربط بين هذين العاملين، وبالتالي نبني نموذجا متوقعا لهم. ما هي مراحل البحث التي تقومون بها لتتوصلوا إلى فهم هذه الخصائص المختلفة عن العينة التي تقومون بدراستها؟ عادة نجمع مسحات من اللعاب، وهو جيد جدا للحصول على DNA، لكن يمكن أيضا استخدام عينات دم أو أنواع خلايا أخرى. لكن أهمية العينة تكمن في دراسة مثيلة الحمض النووي، لأن ذلك يعتمد على نوع نسيج الخلية بشكل أساسي. الخطوة الأولى بعدها هي استخلاص الحمض النووي إما باستخدام الروبوت أو بشكل يدوي. بعد ذلك تأتي مرحلة اختبار تضخيم الحمض النووي، ومن ثم نجهز ما نسميه المكتبة الجينية، وبعد ذلك نقوم بالتسلسل المتوازي الضخم. والتقنية الحالية تتيح لنا تحليل تسلسلات ضخمة جدا من الجينات البشرية في ذات الوقت. سأريك. العملية برمتها معقدة جدا وتتضمن مراحل عدة. نبدأ عادة باستخلاص الحمض النووي، ومن ثم نبدأ مرحلة اختبار تضخيم الحمض النووي، وسأريك كيف يتم ذلك. الآن أقوم بالخطوة النهائية لتحضير تضخيم تفاعل البوليمراز المتسلسل PCR. أضع المواد الكيميائية في الأنابيب حيث وضعنا DNA، وسنبدأ بتضخيم أكثر من 500 هدف في الجينات البشرية بهذه العملية. وبعد ساعتين نحصل على نسخ متعددة للDNA الأصلي.
بعدها نتجه للخطوة التالية وهي ما نسميه تحضير المكتبة الجينية، وبعد ذلك يمكن سلسلة كل تلك الأهداف في الجينات البشرية باستخدام الجيل الجديد لتحديد التسلسل الضخم للحمض النووي. أما الخطوة النهائية هي وضع المكتبة الجينية على هذه الشريحة لنبدأ بتحديد تسلسل الحمض النووي، وهذه عملية هامة جدا لأن الشرائح يجب أن تعبأ بحذر. وأخيرا نضع الشريحة في الجهاز ونبدأ بعملية تحديد التسلسل، وبعد 4 ساعات نحصل على الملايين من قراءات التسلسل، وبالتالي نستخدم الكمبيوتر لترجمتها وتحليل البيانات. بالإضافة للطب الشرعي أو الطب القضائي، ما هي الاستخدامات الأخرى لهذه التكنولوجيا وكيف تستخدمون هذه النتائج لأغراض أخرى أيضا؟ هذه التقنية لا تستخدم فقط للطب الشرعي، بل هي مفيدة جدا في مجال الطب بشكل عام، لأن تحليل جزء معين من الجينات البشرية يسمح لنا بتوقع إمكانية الإصابة بأمراض مختلفة كالسكري والسرطان، وهذا أمر مهم جدا في التشخيص الحديث للأمراض. شكرا جزيلا فويتشك على هذه المعلومات. البحث الذي طلعنا عليه للتو هو ليس البحث الوحيد الذي يتم هنا في معهد مالوبولسكا للتكنولوجيا الحيوية هنا في كراكوف. سنتعرف على العديد والمزيد من الأبحاث التي تتم حول الحمض النووي، ولكن لفهم وظائف أخرى لأغراض أخرى أيضا مختلفة سنتعرف عليها في الحلقات القادمة من فورتك.